والخروج من المشفى في أقرب وقت وهو في كامل صحته وعافيته. في البداية ندعو الله عز وجل أن يمن على زميلنا الأستاذ الدكتور ناصر الدين الشاعر بالشفاء التام. وطبعا الرسالة هي رسالة الكل الفلسطيني أن هذا العمل هو عمل يعني مستهجن من الجميع، وندعو إلى يعني الجهات الرسمية للإسراع في التحقيق وكشف الجناة، أو يعني على الأقل أن يأخذ القانون مجرى بأسرع وقت، لأن الجميع يغلي والجميع ينتظر، ونريد أن نرى الدكتور ناصر كما يحبه نحب أن نراه دائما، قويا صامدا، معنوياته مرتفعة، وهو محب للجميع، وكلماته منذ اللحظة الأولى كانت كلمات معبرة عن الكل الفلسطيني عندما رفع شارة النصر وصار يهتف للوحدة الوطنية، ليؤكد أنه حتى في ساعات الشدة وساعات المرض وساعات الخسارة البدنية إلا أنه مصر على أن تظل كلمة الكل الفلسطيني وحدة وطنية تشمل كل أطياف الشعب الفلسطيني. ما قمنا به اليوم هو وقفة غضب وتنديد واستنكار في مجلس اتحاد الطلبة، مشاركة كل الكتل والأطر الطلابية مع إدارة جامعة النجاح ونقابة العاملين. نستنكر الجريمة البشعة التي قام بها الاحتلال في مدينتنا الحبيبة نابلس جبل النار، والتي أسفرت عن ارتقاء شهيدين البطلين الشهيد عبد الرحمن صبح والشهيد محمد العزيزي، وأيضا وقفة تضامن مع الدكتور ناصر الدين الشاعر. وهذه الجريمة التي ارتكبت بحقه هو والأسرة الآمنة أسرة آل حجاب. رسالتنا اليوم كانت هي الوحدة الوطنية، الوحدة الوطنية، ثم الوحدة الوطنية. يعني آن الأوان لاستبدال الوسائل والأساليب العقيمة في مواجهة هذا الاحتلال الغاصب، وأيضا آن الأوان لفض الغبار والعمل بشكل جدي وحقيقي لإنهاء ملف الانقسام البغيض، خاصة في ظل انعدام الأفق السياسي مع هذا المحتل وفي ظل التطبيع العربي والصمت الدولي. نحن الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية نستنكر الاعتداء الآثم من قبل قوات الاحتلال الغاشم على سكان البلدة القديمة في نابلس واغتيالها ثلة من شبانها عبود صبح محمد العزيزي، كما واستنكر الاعتداء الآثم على الدكتور في جامعة نجاح الوطنية ناصر الدين الشاعر، وأننا نطالب كل الأجهزة وكل الحكومة في محاسبة المعتدين. تنعى جبهة العمل الطلاب التقدمي شهداء نابلس الذين ارتقوا في الأمس جراء اعتداء همجي ووحشي من قبل الاحتلال الإسرائيلي، كما ونؤكد على التفافنا حول محور المقاومة، وكما ندين ونستنكر الاعتداء على الدكتور ناصر الشاعر، وهذا العمل لا يقل خطورة عن أعمال الاحتلال الهمجي التي يقوم بها.